السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس لدروس المرحلة المتوسطة، الصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات. موضوع درسنا اليوم بعنوان المثلثات، الجزء الأول. سنتعلم اليوم بمشيئة الله التعرف على المثلثات وتصنيفها. ما هي المثلثات؟ وما هي أنواع المثلثات؟ وكيف أصنفها؟ هذا ما سوف يتم شرحه في هذا الدرس. ملاحظة: المثلث هو شكل ذو ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، ويرمز له برمز المثلث، وهناك علاقة تربط بين زواياه. مجموع زوايا المثلث، التعبير اللفظي: مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة. لدينا في النموذج زاوية س درجة، ص وعين. الرموز: س زائد ص زائد عين تساوي 180 درجة. مثال التالي: جبر، أوجد قياس الزاوية عين في المثلث. لاحظ قياس الزاوية س ب43 درجة، قياس الزاوية ص 119 درجة، والمطلوب إيجاد قياس الزاوية عين. بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة، إذن قياس الزاوية عين زائد 43 درجة زائد 119 درجة يساوي 180 درجة. 43 درجة زائد 119 وتساوي 162 درجة. لإيجاد قياس الزاوية عين تتم عملية طرح 162 من كلا الطرفين. 162 ناقص 162، إذا المتبقي في الطرف الأيمن قياس الزاوية عين 180 ناقص 162، ناتج ذلك يساوي 18. إذا قياس الزاوية عين يساوي 18 درجة. المثال التالي: جبر، في المثلث ألف باء جيم، إذا كان قياس الزاوية ألف يساوي 25 درجة، وقياس الزاوية باء يساوي 108 درجات، فأوجد قياس الزاوية جيم. بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة، إذن قياس الزاوية جيم زائد 108 درجات زائد 25 درجة تساوي 180 درجة. 108 درجات زائد 25 درجة وتساوي 133 درجة. لإيجاد قياس الزاوية جيم، ما هي الخطوة التالية يا أبطال؟ ممتاز، أحسنتم. طرح 133 درجة من كلا الطرفين. 133 ناقص 133، المتبقي في الطرف الأيمن قياس الزاوية جيم. 180 درجة ناقص 133 كم يساوي؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، 47 درجة. ويعني ذلك أن قياس الزاوية جيم يساوي 47 درجة. المثال التالي: في الشكل المجاور علم دولة فلسطين، ويتكون من أربعة ألوان، وفيه مثلث أحمر، ما قياس زاوية المثلث المجهولة؟ لاحظ المثلث فيه زاوية قائمة بقياس 90 درجة،
والزاوية الأخرى بقياس 45 درجة وزاوية بقياس سين. هل سين تساوي 135 درجة أم 35 درجة أم 45 درجة أم 25 درجة؟ لمعرفة كم تساوي سين، أولاً بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة، بالإمكان أن نقول سين زائد 90 زائد 45 تساوي 180 درجة. 90 زائد 45 كم تساوي يا أبطال؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، نعم 135. لإيجاد السين ما هي الخطوة التالية؟ صحيح، طرح 135 من كلا الطرفين. 135 ناقص 135 المتبقي في الطرف الأيمن سين، 180 ناقص 135، إذن السين كم تساوي؟ بارك الله فيك، هذا صحيح 45. إذن أي الاختيارات الأربع هو الصحيح؟ ممتاز، اختيار جيم 45 درجة. ولاحظ 90 درجة و45 درجة و45 درجة، مجموع الزوايا الثلاث يساوي 180 درجة. تقويم مسألة جبر، أوجد قياس الزاوية كاف في المثلث كاف راء سين إذا كان قياس الزاوية راء يساوي 25 درجة وقياس الزاوية سين يساوي 100 ودرجتان. فاصل، ابدأ الحل. بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة، إذن قياس الزاوية كاف زائد 102 زائد 25 تساوي 180 درجة. 102 زائد 25 كم تساوي يا أبطال؟ ممتاز، 127. ما هي الخطوة التالية لإيجاد قياس الزاوية كاف؟ ممتاز، طرح 127 من كلا الطرفين. 127 ناقص 127 المتبقي في الطرف الأيمن قياس الزاوية كاف، 180 درجة ناقص 127 درجة كم المتبقي؟ أحسنت، 53 درجة. ويعني ذلك أن قياس الزاوية كاف يساوي 53 درجة. تقويم، ما قياس الزاوية المجهولة في المثلث الموضح في هيكل الدراجة؟ لدينا في هيكل الدراجة 89 درجة 60 درجة، وهذه الزاوية بقياس سين. هل السين تساوي 31 درجة أم 40 درجة أم 45 درجة أم 50 درجة؟ فاصل، ابدأ الحل. بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة، إذن سين زائد 60 زائد 89 تساوي 180 درجة. 60 درجة زائد 89 درجة كم يساوي مجموعها؟ ممتاز، 149 درجة. بطرح 149 درجة من كلا الطرفين، 149 ناقص 149 إذن سين، 180 ناقص 149 درجة كم المتبقي يا أبطال؟ ممتاز، 31 درجة. إذن الاختيار الصحيح أي فقرة من الفقرات الأربع؟ أحسنت، هي فقرة هاء. ولاحظ أن 31 درجة و89 درجة
و60 درجة تساوي 180 درجة. تقويم: اختر الإجابة الصحيحة. مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 360 درجة، 180 درجة، 90 درجة، 50 درجة. أي الإجابات هي الصحيحة؟ بارك الله فيك، نعم 180 درجة. اختر الإجابة الصحيحة. قياس الزاوية س في المثلث المجاور: لدينا زاوية بقياس 53 درجة، وزاوية قائمة 90 درجة، وزاوية س هل تساوي 37 درجة أم 41 درجة أم 56 درجة أم 90 درجة؟ كم تساوي يا أبطال؟ لاحظ أن مجموع 53 درجة و90 درجة كم يساوي؟ ممتاز، 143 ناقص 180 درجة كم يساوي يا أبطال؟ نعم بارك الله فيك، 37 درجة. إذن الاختيار الصحيح، ممتاز، هو الاختيار الأول. اختر الإجابة الصحيحة. قياس الزاوية س في المثلث المجاور: لاحظ أن جميع الزوايا قياسها س، أي أنها متساوية، فهل س تساوي 28 درجة أم 45 درجة أم 60 درجة أم 75 درجة؟ أي هذه الإجابات إذا تم جمعه 3 مرات يساوي 180 درجة؟ أحسنتم بارك الله فيكم، نعم 60. 60 زائد 60 زائد 60 وتساوي 180 درجة. تعلمنا اليوم درس المثلثات، وتم شرح طريقة إيجاد القياس المجهول في المثلثات. شاكر ومقدر لكم متابعتكم، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.